السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة عن الأقواس الجبس أو الأرجات أو الفواصل. النهاردة فيديو إن شاء الله يعجبكم عن ديكورات ودهانات أقواس الجبس. أقواس الفواصل بين المطبخ والصالة، وأقواس بين الصالونات، وأقواس للطرقة، هتعجبكم إن شاء الله. كمل الفيديو معايا عشان تستفيد. زي ما انتم شايفين كده حاجة ما شاء الله هتعجبكم، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني جايب لكم مجموعة جميلة جدا. ده كواس طبعا، شوف بسم الله ما شاء الله، يعني حاجات قيمة جدا. طبعا اهم حاجة في الكواس الجبس دوت او الارج، ان انت تختار حسب المساحة اللي عندك. يعني انت مثلا انت شفت ارج مثلا عند حد وعجبك، مش لازم ان هو يتعامل عندك بنفس الفكرة، لان طبعا المساحة تختلف والمكان طبعا يختلف روح. دي مكتبة طبعا بالارج زي ما انتم شايفين، ده فاصل طبعا جميل جدا، ده بين طرقة ودخلة الغرف، وده طبعا حاجات فنية جميلة جدا. طبعا لو مالكش في الاختيار او مش قادر تختار، الافضل طبعا ان انت تخلي مهندس يختار لك، او صنايعي مثلا يكون محترف شويه في الشغل بتاعه. طبعا يجيب لك الاقواس متشطبه جاهزه، تقدر تعملها بالتشطيب دوت او تغير طبعا زي ما انت عايز حسب اللون اللي انت هتشطب بيه. دي طبعا منها ديكور ومنها ارج، ده فاصل طبعا مطبخ، ده طبعا حاجات جميله جدا على هاديه برضو كده، مودرن كده، جميله جدا. طبعا اهم حاجه في الشقه بعد الالوانات هو الجبس، لان الجبس طبعا لو عملت زحمه بالارج مش هيبقى شكله حلو. فانت طبعا حسب المكان بتاعك تختار الارج، مكان واسع اعمل اللي انت عايزه فيه، مكان ضيق طبعا تختار حاجات بسيطه زي دي مثلا كده، حاجات هاديه وجميله جدا. ده طبعا زي نظام بار كده تقديمه للمطبخ، وده نفس الحكايه. ده طبعا فاصل بين صاله وبعضها، ده فاصل بين صالون، ده فاصل ركن، حاجات كلها يعني هتعجبكم ان شاء الله. ده فاصل بين طرقة وفاصل بين صالة في نفس الوقت، ده جميلة جدا. عمود في النص طبعا استفدت بيه. طبعا لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك ومشاركة عشان الكل يستفيد، ولو انت مش مشترك اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.